هاي عم بيدخلوا الطلاب، لانه لسه 42 واحنا عددنا يمكن 118 هيك شيء، خلينا نستنى للاخر. طيب هلا اليوم محاضرتنا كثير حلوه، ومحاضرتنا بظن انها بتفيد ناس كثير منا، وبتفيدنا احنا كمان بكل جانب من جوانب حياتنا. يعني لما نحكي نقول self confidence او الثقه بالنفس، رح نلاقي انه هذا المصطلح هو مصطلح كثير، يعني هلا ناس يعني بتشتغل فيه، بتحكي عنه، بتنبه عليه، انه قديش اهميته، قديش انه ضروري الواحد ينتبه له، المربين ينتبهوا له، الناس نفسهم يعني اللي بيكون في عندهم مثلا حب لانه يعرفوا انه هو هذا الاشي، ليش انا بمتلكه، ليش انا هذا الاشي ما بمتلكه. في يعني تساؤلات كثيرة على هذا الموضوع بما يتعلق بانه انا كيف بطلع على حالي، وشو الاشي اللي ناقصني، وليش ناقصني انا مثلا السلف كونفيدنس، ليش زميلي عنده السلف كونفيدنس الثقة بالنفس، او عنده في اشي تاني اسمه السلف استيم. السلف استيم اعزائي هو تقدير الذات، يعني ليش في ناس بتطلع على وجههم، بتطلع على عيونهم، بتحس انهم مو بيقدروا ذاتهم، او هم هاي الثقه بالنفس وتقدير الذات موجوده عندهم. انا ما بحكي على الإشي اللي بيقلب غرور، انا بعرف انه انتم من الناس كثير هاي لما بنكون احنا بقاعه التدريس مرات كثير انا بتحركش بالطلاب، بتلاقوا لهم تفوقوا ذاتكم، احكوا لي شو اهتماماتكم، احكوا لي بايش انتم شاطرين. انا بعرف يعني في كثير منكم بيكون عندهم اهتمامات واهتمامات كثير حلوه، وبتبين يعني بالاخر الا الواحد بصير بيكون بالاول مش متشجع انه يحكي، بس لما اللي عندهم ثقه بنفسهم بيحكوا يعني، وبقول لك انا بعمل هيك، انا بسوي هيك، هي بتقول نفس الشيء، انا وين انجازاتي، بتقيم، بتحكي. هلا عاده الطلاب شو بيقولوا لي دكتوره، هذا لما بحكي بقول تسويق فوقوا ذاتكم، شو بصيروا يقولوا لي، بيقولوا لي دكتوره هيك بقلب غرور، انه بصير يحكوا انه احنا مغرورين. لا اعزائي، هاي شغله راح احكي لكم اياها وبحكيها دائما، الغرور بين الثقة بالنفس والغرور زي ما بيحكوها في هيك يعني خط، يعني في هيك حركة بسيطة بتقول لك هذا قلب من ثقة للنفس لغرور. الغرور الناس بتحسه، والغرور الناس بتضايق منه، والغرور هو مش يعني أنا هلأ من كتر ما عندي مثلا ثقة بنفسي، لما مثلا هم يعني بصيروا يسألوا بيقولوا طب كيف ممكن إنه بينحكى عنا إنه غرور، فبقول لهم لا، في بعض السلوكات اللي بتصدر من الإنسان أو الإنسان المغرورين هم اللي بينفروا الناس منهم، لكن أنا إذا كان عندي ثقة بنفسي مع هديك المقومات اللي بتقول إنه أنا عم بحكي بس مش عشان أقول إنه أنا هيك وأنا هيك وأنا هيك وأنا هيك وأنا هيك، كل واحد فينا بحب بس يتواصل مع الثاني يقول له مين هو أو يحكي عن إنجازاته، ولكن الأسلوب، الطريقة، كيف بنفر ولا ما بنفر وأنا عم بحكي، بضل أحكي يعني، وتشوفوهم هاي النماذج موجودة بحياتنا، موجودة بحياتنا، وإحنا يعني بنهرب آلاف الأميال من هدول الناس، ما بنحبهم يعني. وعلى فكرة هدول الناس يعني بتيجي عليهم هاي السنة، تعال شوفهم السنة الجاي بتلاقيهم بيحكوا بنفس الترتيب الأحداث، نفس المنطق ونفس الطريقة ونفس النفور بيتشكل عندك أو عندك، فبتلاقيك إنه أنت بتقول لا. يعني في كتير ناس تيجي تقعد تحكي عن إنجازاتها، تحكي عن تعبها، شقاها، وفخرها بالطريقة اللي هي وصلت لها، ولكن ما بتنفر منهم، بالعكس بتحب تسمع قصص نجاحهم علشان أنت أو أنت تستزيدوا منها بما فيهم أنا. لكن أنا بهرب أو أنتوا بتهربوا من الناس اللي أنا والله بنيت بيت هون، طيب مبروك ألف مبروك، ترجع وعنده هيك وفي هيك وكذا، ترجع بتلاقي بنفس الحدث مع نفس الأشخاص نفس الإنسان بعد 6 أشهر أو 7 أشهر بيرد، بيرجع بيحكي بنفس التسلسل بنفس الطريقة اللي هي بتنفرك أو اللي هي بتقولك إنه في إشي عند هذا الإنسان بتخليه يحكي بهاي الطريقة، في نقص يعني، بتحول دغري عند الإنسان بصير يحكي بيقول إنه بتقول إنه في نقص بالشخصية، هذا النقص أنا عمالي بعوضه بطريقة من هذا الأسلوب أو من هاي الطريقة. يعني لما أكون أنا مثلا صار في عندي نعمة مثلا وفي عندي ناس أنا مسؤول منهم، ناس بيشتغلوا معاي، وأنا بعرف إنه هدول الناس كلهم من بيئات مختلفة، في ناس عنده حالته المادية وسط، في أقل من الوسط، في أقل من هيك كمان، وفي ناس عادي وفي ناس فوق العادي شوية، بس أنا حتى لما أكون عندي بوزيشن أو عندي مكان أنا مسؤول، شركة أنا مسؤولة منها من أفراد، لازم أنتبه
للطريقة اللي بحكي فيها عن الأشياء اللي موجودة عندي. هم عارفين من غير ما أنت تحكي، عارفين إنه أنت بتمتلكي سيارة هيك، وإني بتمتلكي بيت هيك، وعندك هيك وكذا وهيك. ما بيصير أضلني أحكي، ما بيصير أضلني أنا أحسس هدول الأفراد إنه في ناس محرومين يا جماعة، في ناس إلا إذا كان أنا عندي مشكلة نفسية وما عندي ثقة بنفسي وعندي خلل نفسي عمالي بصبه على هدول الناس بهاي الطريقة. هلأ رح نتعلم مع بعض إنه واحدة من مقومات النجاح أعزائي إنه أنتو يكون في عندكم الثقة بالنفس. يعني الثقة بالنفس هي واحدة من مقومات النجاح اللي بتعزز شخصيتكم، بتعزز مكانتكم، وبتبين مين أنتو. أنا كمان بقول كمان وكتير بزعل على الطالب أو الطالبة أو الموظف أو الموظفة أو بأي مكان، أي موقع، حتى لو يكون فرد من أفراد الأسرة ما عنده ثقة بنفسه أو ما عندها ثقة بنفسها. هاد إشي يعني كتير بيأثر على الواحد، وكتير بداية، وكتير بيضيع علي فرص، وكتير بيضيع علي فرص إن الناس تشوفني من أنا وتشوف إمكاناتي وقدراتي. يعني أنا أفرض مثلا على سبيل المثال، أنا بشوفها كنت مثلا لما بصير يكون في presentation أو في تقديم، كتير تزعل على ناس بيكون في عنده فكر، في عنده معرفة، في عنده اهتمام، وهو راح سوى كل الورشة وسوى كل المحاضرة، لكن تيجي عن طريقة التقديم ضاع، أو بتيجي عن طريقة التقديم يمكن بيكون بنفس الشلة اللي هم مع بعض بدهم يشتغلوا، بيجي صاحبه ما اشتغلش ولا إشي، بس بتطلع بيقول له خلص علي يا زلمة، وبطلع بحكيها. هو بيكون مقهور أو هي بتكون مقهورة لأنه هي اشتغلت الشغل. فما بالكم لما يكون أنا عندي فكرة أو يكون في عندي شاطرة بشغلي، بس بنفس الوقت بقدرش أوصل فكرتي، وبقدرش أوصل فكرتي بثقة بالنفس، بقدرش أوصل فكرتي لأنه أنا تقديري لذاتي منخفض، لأنه أنا في عندي مشاكل. هلأ في ناس كتير فيكم رح يسألني يقول لي طب من وين بيجي هذا الإشي؟ هذا بيجي من السياق، كمان بيجي من التربية، من التنشئة. يعني لما أنا بربي أبنائي على إنه لا أنت ممنوع تحكي، هذا حكي الكبار، أنت كل ما بيحكي أنا أو هي بتحكي بقلل منه، بقلل من شأنه، بقلل من شأنها، بستهزئ. أنا شو عمالي بكون بعمل؟ أنا عمالي بدمر بالنفسية وبدمر بالشخصية. نفس الإشي لما المعلم أو المعلمة بيكون في عندي شاطر في قلب الصف، وفي حدا بيقرأ مثلا يا عمي عنده معرفة، أو لما ببلش استهزئ فيه وفي قدراته وفي إمكاناته أمام الآخرين كمان، هذا خطأ. لما أنا يعني لازم ينتبه الواحد لنفسه كيف الطريقة، وخصوصا إذا كان في موقع أكبر عمر وكان ممكن إنه يكون من ضمن السياق اللي ممكن إنه يأثر على هذا الإنسان أو هاي الإنسانة في تكوين شخصيتها وهويتها، والأخطاء اللي بيرتكبوها الأهل بعد ما يدمروا نفسية الطفل والمراهق والشاب، لما بيوصل لمجال المجالس اللي يفترض إنه يكون فيها هو بمجلس الرجال أو هي بمجلس يعني قاعدة مع الستات، وها بتتلفت عليها بتقولها شو يا ما أنت بتعرفيش تحكي؟ مش أنت رحتي بالجامعة وبنت عمك راحت على الجامعة؟ ليه بتعرف تحكي وأنت بتعرفيش تحكي؟ ما عندك يا يعني بتصير حتى تحس إنه لا أنا بنتي لازم تكون غير، لازم تكون تحكي، ليش بنتها ما بتحكي وما بتحكي؟ أو ليش جارتي بنتها بتحكي وهي بنتي بضلها ساكتة؟ ما أنت اللي قدرتي على شخصيتها طول من زيرو ل 18 لنحكي، ولا من زيرو ل 22. وكمان نفس الإشي بحس بهذا الشغلة الأب لما بيكون ابنه عم ببلش بعد بمجالس الرجال، فيطلع على الشباب ولاد أصحابه ولاد الناس اللي حواليه إنه كيف في عندهم فكر وبيحكوا، بيعرفوا إمتى يحكوا، في شخصية، في كذا. فأنا بطلع على ابني إنه ليش هيك؟ أنا لازم أسأل حالي إنه ليش هيك؟ في أشياء إلها علاقة بهاي المواضيع. ولما منقول إنه أثناء التربية الطريقة اللي بتربوا فيها الأبناء ضروري إنه يكون الواحد عم ينتبه لها، لأنه ممكن يكون في منهم ناس عندهم شخصية هالشي وهاي شخصية هالشي بتأثر عليهم، بتأثر على حياته. في حدا فيكم بحب يحكي إشي قبل ما أنا أكمل أحكي لكم عن الناس اللي نقصوا؟ دكتورة بدي أحكي شغلة صغيرة. اتفضل. بدي أحكي شغلة صغيرة. أول شيء دكتورة بدي أحكي لك شغلة مرة صارت. كان في شغل بيني وبين بنت، تمام؟ طبعا الشغل هذا انتهى كله بسبب الغرور اللي عندها، يعني أنا من غير ما أبين لها طبعا بس رفضت الموضوع هذا كلياته. كان هو طبيعته انه هي كانت بدها تعطي دورة عنا في الأكاديمية، بدها تعطي دورة، فهي لسه جديدة جدا، يعني جديدة يعني لما صار لهاش يعني ما صار لهاش أسبوعين ثلاثة مخلصة الشغلة، الشهادة اللي حصلت عليها يعني في المادة اللي بتعطيها. فأجت علي فطلبت، أول ما قعدت صارت تحكي لي إنه أنا
مش اي سعر بيعجبني. فانا من باب قلت لها يعني المفروض اطلب السعر اللي بدك اياه، بس يعني تكوني معروفه على الاقل، ما فيها يعني ناس بتعرفك. فبتحكي لي لا لا مش مهم الناس، المهم اني انا عارفه حالي. قلت لها طيب انت شو ممكن تقدمي؟ انت تحكي لي انه انا يعني طبعا هي طلبت السعر بقيمه شبه مضاعفه يعني، او بقيمه واحد بروفيشنال ممكن يعطي هاي الدوره. فقلت لها هذا السعر ما بتناسب يعني مع العالم يعني. بتحكي لي لا من هنا وطالع بده يصير يتناسب معهم، وانا بقدم إشي الاردن كلها ما بتقدمه. فانا ما بينت لها إشي، وقلت لها خلاص احنا ندرس الموضوع خلال يومين ثلاث مع مدير الاكاديميه ونشوف اذا الموضوع فيه ممكن اعطيك اوكي او لا. وبعديها بطلت يعني اتواصل معها نهائيا، وصارت تبعت لي وتحكي لي انه شو صار. قلت لها انه ما فيش نصيب هسه حاليا، قوي حالك وان شاء الله تكون الامور تمام. مزعج التعامل يعني مع هيك ناس. المفروض انا وشرحت لها، قلت لها المفروض انت تراعي يعني مش كل الناس معهم مصاري، مش كل الناس. انت بتحكي عن دوره في ناس بدهم يجوا مواصلات، في ناس بدهم يطلعوا، في ناس بدهم يجي. قالت لي ما هو اللي بده يسجل في دوره زي هيك بده يكون معه مصاري. فلما حكت هاي الشغله انك انت مش مراعي فروقات حدا، مش مراعي انه في ناس ما معهم بالفعل زي ما تفضلت الدكتوره وحكيتي انه في ناس لسه اقل من نحكي يعني خلينا نجي نحكي بالاسفل اقل من الاسفل كمان، وممكن يكون متداين عشان يجي ياخذ هاي الدوره. انت ما قستي فروقات، انت راعيت بس الناس اللي معهم مصاري وما راعيت اي فروقات ثانيه. ومن يومها دكتوره هذا السبب قلت لها انه خلص ما يعني طريقه غير مباشره زي ما نحكي، قلت لها الله معك يعني. يعني لاحظ رائد، في ناس مرات ممكن يكون عن جد هم مميزين وعندهم قدرات وعندهم إمكانات ويمكن عندهم إشي مختلف عن الآخرين، لكن ما بيكونوا بيحكوا بهاي الطريقة. يعني هاي الفتاة هاي اللي أنت بتحكي عنها هاي ما عندها ذكاء، يعني هي الغرور أثر كتير على قدراتها وعلى إمكاناتها. يعني أنا كان نفسي بس تجربها لسه وتشوف، كمان رح تلاقي إن هي لا ترتقي إلى المستوى المطلوب. عادة الناس اللي بيكونوا هيك وبتصرفوا ودول بيغلبوا كتير، وبنفس الوقت بيكونوا معميين بس شايفين حالهم مش شايفين إشي تاني. هلأ لاحظ أنت، أنا يعني هاي الملاحظة بشوفها، إنه الناس اللي بتكون مليئة وعندها إمكانات وعندها قدرات، في عندها ذكاء إنها هي ما تخسر كمان. يعني عادة أنا بشوف أنا رايح على مكان جديد، بدي أخذ لسه مش أخذ سنة خبرة، بدي أشوف إيش الإشي اللي أنا بدي أسويه، إيش الإشي اللي أنا بدي أعمله، حتى إنه أقدر إني أنا يعني جس نب زي ما بيقولوها للسوق، جس نب زي ما بيقولوها لمكان العمل. مش بدي أجي أنا زي ما أنت قلت، يعني بكون الواحد لسه هلأ أنا متخرجة. أنا ما بقول إنه ننزل من قيمتنا وما ننزل من تقديرنا لذاتنا، لكن أثناء العمل وأثناء التواصل وأثناء انشغالنا وانخراطنا بالعمل مع الأفراد بيبين مين إحنا، يعني بتبين إمكاناتنا وبتبين قدراتنا. دكتورة مرات كمان. الغرور دكتورة. الغرور بتطغي على الثقة بالنفس. يعني هون ما عاد ثقة بالنفس، هون عاد إشي وعاد مشكلة عندها أو عند الإنسان اللي بيتصرف بهاي التصرفات، وبيضيع الإشي اللي أنت لازم إنك أنت تفهمه عن هذا الشخص. عرفت كيف؟ أنا بعتبره هذا مش ذكاء، هذا غباء بما يتعلق بذكاء الانفعالي. مش في عنا وفي عنا غباء انفعالي، يعني غباء بما يتعلق بإني أنا ما بقدر أقدر الموقف ولا أعرف شو حجمي ولا أعرف كيف بدي أتصرف بهذا الإشي. غلط. وهذول الناس عادة بيكونوا مكروهين، يعني ما الناس ما بتحبهم، ما بتحب تتعامل معاهم. اتفضل دكتورة عليك. كمان هي بس هي ككلية يعني هي كانت تساعد طلاب كليتها، فهي فكرت إنه الوضع في الكلية عندها فأنت لمست يكون نفسه. أوكي آه. فأنت لمست رائد إنه في نوع من الغرور ما ريحك، ما قدرتش إنه تتعامل معاها، وهي الخسرانة. يعني الناس زي هيك هي بتكون خسرانة. يعني مثلاً على سبيل المثال، مرة كنا رايحين بدنا نعمل بكرفان بظن، بدنا نعمل حوار عن الخريجين وإنه العمل وهاي القصص. فبتذكر إنه إحنا قاعدين كنا بالاستراحة، ففي حوالي ناس من الطلاب من مختلف الجامعات، وكنت قاعدة عمالي بسمع لهم إنه شو رأيهم شو كذا قبل ما نفوت. فواحدة من الطلاب بتقول أنا مستحيل أقبل إني أنا أشتغل بأي مكان، أنا جاي من الجامعة سين وهاي الجامعة
معروف مين هي ومعرفين مين خريجينها. انا مش مستعده اتنازل ولا لقد لاي مكان عمل، وبدي اخذ البوزيشن اللي انا بدي اياه. فانا طلعت فيها هيك بقول لها بس هذا الحكي بالحياه العمليه، لما تطلعي بكره برا رح تلاقي حالك انك انت رح تضلي بقلب البيت، وما رح تلاقي الاشي اللي انت بدك اياه الا اذا كانت مثلا وظيفه جاهزه وتعالي تفضلي هي مفتاح المكتب وفوتي عليه. بس عاده يعني المنطق هذا او طريقه التفكير هاي بيكون لها علاقه بقلة الخبره وقلة النضج، وبنفس الوقت الواحد مش شايف المحيط ولا دارس المحيط، مش عماله بيتصرف انا برايي بذكاء. هلا اعزائي انا اذا بدي احكي لكم شو كمان شغله، في عنا اشي احنا بعلم النفس اسمه يعني انتم بتعرفوا انه الثقه بالنفس هي طبعا من المواضيع الاساسيه في السايكولوجي وفي السوسيولوجي وحتى في الإديوكيشن، يعني في علم النفس وفي علم الاجتماع وفي اي مجال من المجالات. في عنا احنا اشي اسمه اللي هو عنا اياه الموضوع انه المكونات الشخصيه، من مكونات شخصيه اهم مكون من مكونات شخصيه اللي هو عنا اياه ثقه بالنفس سيلف كونفيدنس. هلا هو موضوع كتير مهم، لانه معظم الايشوز او المشاكل اللي ممكن انها تتولد عند الانسان او الانسانه إلها علاقة بموضوع إنه ليش أنا ما عندي ثقة بنفسي، أنا ليش عندي نقص في مفهوم الذات، ليش الناس أحسن مني، ليش أنا مش قادر أصير زي الناس مثلا على مستواهم أو يمكن أعلى منهم بشوي أو بس إنه ما دائما إن أنا أكون أقل منهم. طبعا كمان تعد الثقة بالنفس مكون أساسي من مكونات الشخصية السوية، يعني كل ما كان الإنسان يعني سوي كل ما كان أنت حسيت براحة نفسية وأنت بتحكي مع هذا الشخص وهو عماله بينقول لك الراحة. عادة الناس اللي عندهم ثقة بنفسهم الراحة النفسية بتكون موجودة عندهم وبينقلوها للآخرين، مش متوترين وبيوتروا الآخرين، مش قليلين حيلة وبيخلوا الناس كليات اللي حواليهم قليلين حيلة، مش إنه في عندهم إشيز وفي عندهم مشاكل أنا لازم أخلي العالم كليات حوالي يتخبط علشان أنا أثبت إني أنا موجود. هلا الثقه بالنفس، انعدام الثقه بالنفس ممكن انت تلاقي انعدام الثقه بالنفس موجوده عند طالب، موجوده عند ام، موجوده عند اب، موجوده عند اخ اخت، موجوده عند مدير، موجوده عند رئيس قسم لنحكي، موجوده يعني مش بالضروره انه هدول الناس ما يوصلوا لاماكن. على فكره من اسوء الناس اللي ممكن انهم يوصلوا لاماكن تتحكم فيه أرزاء الناس أو تتحكم في مصائر الناس هم الناس هدول اللي ممكن يكون في عندهم issues بتنقلب نتيجة قلة الثقة بالنفس إلى نوع من العدائية. هلأ في عنا كل ما كان الإنسان عنده ثقة بنفسه، كل ما كان إنسان عارف حاله بالضبط، برضو بدخل بالثقة بالنفس موضوع الذكاء الذاتي. أعزائي بعرف نفسي، بعرف قيمتها، بقدرها، بكون بعرف يعني كيف بدي أنا أنقل صورتي الذاتية للآخرين. تتطلب مني نقل صورتي الذاتية للآخرين ذكاء، ذكاء في البادي لانجوج تبعتي، ذكاء في نبرة صوتي، ذكاء في مظهري، ذكاء في أفعالي، في سلوكاتي، في تصرفاتي، في أقوالي، في كل إشي. يعني الثقة بالنفس بتنعكس بهدول كلياتهم أعزائي. وبالإضافة هلأ مين اللي بدعم الثقة بالنفس عندي؟ اللي هو أنا قديش بمتلك. مثلا أنا دائما بحكي بقول إذا كان أي حدا فيكم في عنده مشكلة ولو هلأ حتى كمان الثقة بالنفس يعني ما بديكم تنحطوا في ثقة بالنفس، حتى هي كمان درجات. يعني إذا أنا بدي أحط على المقياس من 0 لـ10 مقياس ما هذا اللي أنتم متعودين عليه الفيرتشوال اللي بيذاك ببصركم تتخيلوه، هذا المقياس إذا أنا بدي أحط من 0 لـ10، إذا أنا كنت تحت 3 أو عندي 3 وتحت، كنت 4 وتحت هون في عندي إشي وفي عندي مشكلة، 5 وتحت كمان في عندي مشكلة، 7 وما فوق منيح يعني بشوف شلي ناقصني وبكمله. بس أنا لازم أشتغل على حالي إذا كان بحسب هذا المقياس أنا عن درجات الثقة بالنفس عندي قليلة، لازم أنتبه، لازم أنتبه أشوف أنا وين 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 ايش بتاثر علي. هل بتاثر علي على مشاعري، بتاثر علي على انفعالاتي؟ لاحظ الناس اللي ما عندهم ثقه بنفسهم ممكن ان نلاقيهم بينسحبوا، ممكن ان نلاقيهم تنقلب عندهم عداء. يعني هلا مثلا لما انا اجي اقول لكم انه في عندنا نوع من التغيير او في عندنا نوع من التغيير بما يتعلق بالروتين اللي احنا متعودين معاه مع بعض، رح تلاقوا الناس اللي زي ما حكينا عندهم صلابه نفسيه وعندهم مرونه نفسيه ما بيعتبروا تهديد
وبيعتبروا انه هو تحدي لإلهم حتى انهم هم يقدروا يبنوا عليه اشياء كثيره تحفزهم تعطيهم دافعيه. لكن اللي ما عنده ثقه بنفسه ترى مرتبطين ببعض. يعني هلا رح تشوفوا كل وحده رح نمشي فيها هي مرتبطه بالثانيه. لما انا اقول انه اذا كان عندي ثقه عندي صلابه نفسيه، بدها تيجي الصلابه النفسيه من ثقتي بقدراتي وبامكاناتي على اني انا اواجه اي موقف من المواقف اللي بتصير تحتي. هلا في كتاب لواحد اسمه بول ماكينا عن الكونفيدنس. هذا الكتاب بيقول لك عن حكي يعني اشياء كثيره عن موضوع الكونفيدنس وعن استراتيجيات كيف الواحد بيقوي الثقه بالنفس. احنا نحكي احنا عن الاستراتيجيات، فحاولوا انكم انتم تعرفوا وين احنا في اي مثلا استراتيجيه ممكن انها تنفعني او ما تنفعني. هلا بيقول هو انه كطبيب نفسي كان يجي ناس كثير يعني، ومعظم الناس اللي عندهم مشكله بالثقه بالنفس بطريقة تصورهم عن ذاتهم وإمكاناتهم وقدراتهم بتكون مرات مشوهة، أو ممكن هم كمان بعقلهم اللاواعي يدفعوا نفسهم لأنهم هم يكونوا ما عندهم ثقة بنفسهم. بيقول إنه في واحدة من الـ إجت عنده مرة يعني مراجعة، هي ممثلة مشهورة، وهاي الممثلة المشهورة بتطلع وبتعطي بتعمل المسرحيات وبتعمل أفلام وما فيك أبدا أنت إنك تقول إنه هاي مثلا ما عندها ثقة بنفسها. ومرات احنا بنبقى نسمع مرات عن هدول المشاهير لما بيطلع بيقول انه انا ما عندي سيلف كونفيدنس، او انه انا بكون في صراع كتير قبل ما ادي الدور او اثناء الدور او بعد الدور بكون قلق ومتوتر. احنا ما متخيل هذا الشيء، مثل نقول ابدا ما مبين عليه او مبين عليها. فنفس الجواب حكاه هذا الطبيب لهاي الممثله المشهوره، قالها انه انت يعني بتاخذي جوائز وابدا ما ببين عليك انه انت عندك رهاب من مواجهه الافراد او من لا. بتقول له انا عندي رهاب من المسرح، فوبيا من الثياتر يعني الوقف قدام الناس، وبيصير في عندي اضطراب وتوتر وزيادة ضربات القلب وتعرق وهاي القصص كلياتها ورجفان، وحتى بحس انه صوتي كل هاي الاشياء بتصيبني لما انا بكون يعني بدي اروح على المسرح او اتوجه على المسرح. فهو شو بيقولها هذا بول ماكينا، بقولها مالش تحكي لي بس كيف توصلي لهاي الحالة. بتقول له انه انا قاعده مثلا بكون بحضر حالي او قبل بيوم او قبل بيومين او قبل زي ما كيف مثلا بيكون في عنا مهمه بدنا نسويها واحنا مش متمكنين منها او خايفين، بتلاقي انك انت الان او انت الان طول الفتره يمكن تاخذ معنا اسبوع يمكن تاخذ معنا قبل بيومين بيشتد مستوى القلق كل ما اقترب الحدث. فهي شو بتقول، بتقول انا بتخيل انه الناس وهي قاعده على المسرح وانا داخله على خشبه المسرح بتخيل انه كل اثنين قاعدين جنب بعض بيقربوا على بعض وبيحكوا بيقولوا انه شو هاي الممثله الفاشله، شو جابها، مش حافظه دورها، عم تخطا، في ناس كثير احسن منها. يعني طلعوا كيف تحكي مع حالها قبل، كيف تهيئ حالها. قالها طيب وشو بيصير معك؟ قالت له فعلا ببلش التوتر عندي يزيد، ولما بدخل على المسرح ممكن اني انا اخطئ وممكن انه عن جد يعني انا استجر هاي الاستجابه اللي عمالي بتخيلها بعقلي. فهو بيقول ماكينة بشو بقولها، بقولها شو رأيك إنك أنت يعني واحدة من الاستراتيجيات اللي هي هاي يمكن تكون تنطبق علينا بمواقف تانية، إحنا إنه بدل ما تتخيلي حالك إنه وتتهيئي حالك إنه أنت رح تكوني فاشلة في أداء هاي المهمة اللي أنت لما بدك تعتلي المسرح، ليش ما تحكي إنه كل اثنين قاعدين جنب بعض عم بيحكوا بيقولوا واو شو هالممثلة المميزة، شو هالدور، شو هالإلقاء، شو هالكذا، شو هالبادي لانجوج اللي عندها. وقالها وفوتي وانتي عم بتفكري عن هاي الأشياء بطريقة مختلفة. يعني نفس الإشي أنا بشبهه كيف لما بتكون انتي مثلا على سبيل المثال بدك تروحي للقاء بعض الأشخاص وهدول الأشخاص بيمثلوا لك تهديد في إنهم هم لوامين أو هدامين للشخصية أو بتصيدوا أخطائك أو بتصيدوا أخطائك أو هاي الشغلة. كيف الواحد لما أنا بجي بدي أشوفهم شو بحكي، بقول يا الله ما بدي أشوفهم هذا الأسبوع، ما بدي أنكد على حالي هذا الأسبوع، ما بدي هاي الويك إند بدي إياها تكون كذا كذا كذا. لما بروح لعندهم كفرد ممكن إنه أنا عن جد أحس إني أنا متضايق أو ما بدي أشوفهم، وعن جد يجيني الشعور بالكتمة قبل وبعد وأثناء وبعد ما تروح كمان. هلأ بدل ما هذا الإشي إعكس هاي أو إعكسي هذا الإشي بإنه أنا رح أروح بهاي الروحة ورح أنبسط كتير عند هذول الجماعة ورح يمر اللقاء بطريقة كتير منيحة عكس توقعاتي. صدقوني انه بتتغير نفسيه وبتتغير الاحداث وطريقه تجاوبنا، كانه احنا بنبعث كمان مسجات للاخرين انه احنا عن جد مش راغبين انه نشوفهم ولا هم راغبين انهم يشوفونا. فانا هاي يعني بجربها الواحد بلاقي انه عن جد في منها نوع من الصحه
وكيف بتحس حالك انه انت نجحت؟ هذا بدعم بالثقة بالنفس على فكرة. لما بتروح وانت خلص اوكي اه والله مشت الامور تمام تمام ما صار اشي، الاستراتيجية اللي انا استخدمتها كتير رائعة، برد برجع مرة تانية بكررها او بعرف كيف اللي انا استخدمها. هلأ في ناس كمان اعزائي يعني على سبيل المثال انت بفوهم حواليكم ومعكم وفي محيطكم، يعني لما بتشوف مثلا احنا كتير هذا الاشي بنشوفه انه في ناس ما عندهم الاي كونتاكت ولا في عندهم مهارات الاتصال والتواصل، بتجنبوا الحكي معك، لكن يعني لما بتدخلوا كشخصيه على افراد مثلا متعودين على بعض، تدخل عليكم زي هيك شخصيه بتقول انت اه شايف حاله، اه هي ابطر شو كذا، شايف حالها هاي كتير قويه او هذا كتير قوي او كذا. اذا بتدققوا كتير بهاي الشخصيه رح تلاقوا انه هاي مش كونفيدنس، هاي نوت كونفيدنس. الكونفيدنس عاده لما يكون في عندك انت ثقه بنفسك تنقلها للاخرين، الاخرين بحسوا فيها. لما اكون انا عم بشحن الجو وعم بوتره بهاي الطريقه وعم بتصيد المشاكل تبعت الاخرين وبحاول اني انا اتصيدها واذي، هاد بيدلل على انه الشخصيه اللي قدامي ثقتها بنفسها معدومه او ثقتها بنفسها قليله جدا، وتحتاج الى الكثير من العمل لتنميه الشخصيه حتى انه ما يعني عادة الناس اللي واثقة بنفسها. يعني هلا على سبيل المثال في ناس كمديرين بيكون في عندهم نوع اللي هو انه يا القيادة. هلا القيادة شو هي ببساطة؟ القيادة هي عبارة عن إدارة مع ذكاء، وهذا الذكاء على المستوى الانفعالي والشخصي والذاتي والاجتماعي وكل شيء، وبنفس الوقت ذكاء في منطقة العمل، وبنفس الوقت في ثقة بالنفس. الثقة بالنفس عادة المدير اللي عنده ثقة بنفسه بينقل الثقة للآخرين، ما بتصيد أخطاء الآخرين، ما بتصيد أخطاء الموظفين الموجودين عنده وعلشان يأذيهم أو علشان إنه أنا أمسك عليهم مماسك. هلأ في شخصية تانية من الإداريين من الإدارة إنه ممكن إنه أنا أضرب الموظفين ببعضهم البعض عشان أنا أسود. هلأ اللي عنده ثقة بنفسه أو اللي عندها ثقة بنفسه ما تعمل هيك، لأنه أنت راح تسودي من غير ما يكون هذا الإشي موجود. يعني كل ما عززت الثقة بالنفس والراحة والطمأنينة ما بينك وما بين الموظفين، كل ما أعطيتي أرضية يعني مرتبة، هاي قيادة. هلأ شوفوا مثلا على سبيل المثال، أنا بتذكر وقت ما كنا بالمدرسة كنت مديرة مرحلة ابتدائية، كان في عندي يمكن حوالي 30 معلمة، مع أنه أنا كنت صغيرة بهذاك الوقت، يعني مش أنه كبيرة، بس أنه هيك لا وجدوا أنه في نوع من النضج والمقومات اللي ممكن أنه تهيئني أنه أنا أكون مديرة مرحلة ابتدائية، مع أنها كانت أكبر مرحلة وكان في عنا ثانوي ومتوسطة وابتدائي، وكانت المرحلة الابتدائية على طول يغيروا المديرة لأنه كتير صعبة هاي المرحلة، بعرفش ليش. فأنا لما إجوا قالوا لي أنا فكرت أنهم يحطوني مع الروضة لأنه كنت أشتغل مع الروضة، قال لا بدك تكوني انت مديره مرحله ابتدائيه. هلا طبعا كثير تعلمت، يعني 10 سنين بهذا المكان، 10 سنين في عندك انماط من المعلمين والمعلمات اللي انت عمالك تتعامل معاهم. اذا انت ما كنت بتتصف بمواصفات القياده وعندك ثقه بنفسك، وهي الثقه بالنفس الهدف الاصلي انك انت تدعم اهداف المؤسسه اللي انت بتشتغل فيها، مش صراعات، مش بده يكون انه انت بدك تتصيد اخطاء الاخرين. هلا ليش انا عم بحكي لكم هذا الشيء؟ لانه انا بتذكر انه في وحده من المعلمات كثير شاطره كانت، لا صف كنه اول او ثاني، وعندها اكتيفيتيز وكذا، بس تحكي شيء بتغري طلقته بتسويه وبتعمله ومميزه. لكن هل تعلموا اعزائي انه كان في عندها مشكله بالثقه بالنفس؟ كانت بس تتخلص اي اكتيفيتي او انه انا اشوفها او انه كذا تيجي تضلها تقول لي مس اماني، انا كان اسمي مس اماني، مس اماني كيف شغلي؟ شو رأيك بشغلي؟ كيف 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 بالله كيف؟ طب عرفتوا كيف؟ حتى على بالجامعة مرات بتلاقي أعضاء هي التدريس بنفس الطريقة، يعني بدهم من الناس اللي بدها تكون مسؤولة عنهم تعززهم يا جماعة، أو تثبت لهم أقدامهم بأنه آه نعم أدائك منيح، نعم أدائك منيح. هلأ تخيلوا هدول الناس لما يكونوا تحت إدارة، هاي الإدارة بتعزز الإيذاء مثلاً، او بتعزز انه ممكن انه انا اتصيد الاخطاء عليك، وبعدين هاي الاخطاء هدول الناس ما بيقدروا يعيشوا مع هيك جو، وما في رح يكون في عندهم انتاجيه، وهذا رح ياثر لانه السلف كونفيدنس. هلا مرات ممكن انت بالشغل تعزز وتزيد من مستوى السلف كونفيدنس عند الناس اللي انت بتكون مسؤول عنهم، لانه برضو هاي كمان امانه، يعني برضو هاي كمان زي ما بيحكوها بتدخل بموضوع الإثكس. وكمان كمان
اللي بيشتغل وعنده هذه البزنس او هذا يكون في عنده فيجن بانه انا لوين بدي اوصلهم، لوين بدي انا اهدافي، هدفي الكبير الكبير، مؤسستي لوين بدها توصل. فانا اذا ما كنت بانيه اساس بعيد عن الاحباط وبعيد عن هذه المنازعات اللي مرات احنا بنشوفها ببعض المؤسسات، اكيد انا دغري حتصير ردة فعل انه الانتاجيه رح تنعدم. الا اللي بعض الناس لا، انه خلص ما بهمهم، اوكي عادي، هاي امور ظهر ماشي وبيمشوا بيه لانه في عندهم ثقه بنفسهم. لا، مين اللي بتدمر؟ بدمر الموظفين اللي ما عندهم ثقه بنفسهم، بتلاقيهم دائما ضايعين او دائما مش مرتاحين بهذا الشيء. هاي نوت كونفيدنس. هلا واحده ثانيه من النوت كونفيدنس انه الناس اللي ما عندها ثقه بنفسها واحنا بنخدع. يعني هلا لا تقولوا لي ابدا، هلا لما بيكون في مؤسسه معينه او انتم حتى بينكم بتكونوا بقلب الطلاب، بتكونوا قاعدين بقلب القاعه بتحكوا مع بعض كذا، طلعتوا بالممرات بتطلع فيك البنت من فوق لتحت او زميلك او إشي، ولا بيمر بالممر مثلا ولا كانه بيشوفك. هلا دغري الناس اللي شفتوها هاي كيف تعمل كذا، شايفه حالها، صدقوني مو شوفت حال. وعلى فكره بيعملوهم موظفين، بيعملوهم ناس يعني لسه متخرجين كمان مش من الجامعات بيشتغلوا، انه بتمر بتكون بنفس المؤسسه بتشتغل معك لكنها بتمر بعينك ويمكن بتضرب عينك بعينها، بتعمل حالها مش شايفتك مثلا، مش شايفه حالها هاي ابدا، ولا شايفه حالها ولا شيء. هاي ما عندها ثقه بنفسها، هذا ما عنده ثقه بنفسه. It's not confidence. اللي عنده confidence بحط عينه بعين اللي قدامه وبيسلم، بيبتسم، بيبادر، مرتاح، بنقول الراحه للاخرين. هلا شغله ثانيه كمان، not confidence عاده الناس اللي ما عندهم ثقه بنفسهم شو ما عملوا شو ما انجزوا الا يحسوا انه ناقص وانه لازم احنا نكون. يعني على سبيل المثال ربحت انا المج مثلا، ربحني لنفرض ان شاء الله يربح بكم كلياتكم، ربحني مثلا على نفرض 5000، قال لي تعالي انت هذا الشهر انت عميله وطلع سحب وما بعرف شو، ربحتي 5000. باجي انا 5000 هلا لواحد تاني بطلع يا الله ريالك اخذتي يا الله لو يجوني ال 5000 انا شو بدي اعمل فيهم، شو بدي اسوي، شو بدي كذا. باجي انا لانه ما عندي ثقه بنفسي وانا قاعده مع الناس بقول لهم اما شو اتصل في البنك اليوم وربحوني 8000. عرفتوا؟ يعني اللي ما عندهم ثقه بنفسهم اعزائي ما بيحسوا بقيمه الاشياء والانجازات اللي احنا مرات بنطلع عليها وبنقول يا الله لو انه انا عندي اي سياره، لو انه انا عندي هاي الشهاده، لو انه انا عندي. دائما في بحسوا انه لا ناقص، لازم انا ازيد اضاعف علشان انا اثبت انه انا اوكي انا المتفوق او المتفوقه. هاي نوت كونفيدنس برضو، هاي واحدة من الاشياء اللي ممكن ينخدع فيها الانسان وينقال عنها انها كونفيدنس وهي مش كونفيدنس. دكتورة ممكن أضيف شغلة؟ تفضل. الله يزيد فضلك. تفضل محمد. دكتورة هلا يعني في فرق أنا بشوف من ناحية إنه الواحد دائما يكون عنده طموح، تمام؟ يعني هسا كل واحد حسب الستاندرز تبعونه، كل واحد حسب كيف بيشوف الطموح اللي عنده إياه، الهدف تبعه بحياته. فمثلا أنا حاليا عم بعمل أشياء معينة بحياتي، يعني أنا حاليا عم بشوف إنه they are not enough، مش لأنه I'm not confident، لانه انا عندي ستاندردز كثير عاليه ولازم اوصل هاي الستاندردز، ولازم يكون في طموح معين وفي جول معين الواحد بده يوصله. فهي يعني في فرق بين انه انا مثلا بكون نفسي يكون عندي هاي الشغله، وفي فرق بين انه انا بدي هاي الشغله. هسا مثلا اشوف واحد عنده شهاده معينه واصير بحكي يا ريت لو عندي زيه، وقتها بتكون انه يعني I'm not self confident، تمام؟ بس لما انا اشوف مثلا يكون عندي طموح معين ولازم اوصل لهاي الشغله، وقتها بتصير انه هي اكثر انها طموح. طبعا 100% هذا انا ما بختلف معك فيه ابدا، هذا صح. يعني اللي لاحظ انه يعني نتيجه الثقه بالنفس اللي موجوده عند هذا الانسان اللي انت بتحكي عنه، اذا انت مثلا عم تحكي عن حالك دائما بتحس حالك انه انت عن جد انا بدي لسه المزيد، وهذا احنا عمالنا بنحكي عنه ومتفقين عنه انه هو هذا من احسن الاشياء اللي لانه اصلا بيعطيك دافعيه وبيعطيك سعاده، وبنفس الوقت تحس حالك انت مش بحقق حالك وبدك تسوي بدك تعمل عايش. يعني هاي لا، هاي ثقة بالنفس 100%، ثقة بالنفس بإمكاناتي وقدراتي وذكائي الذاتي. لكن أنا بحكي على الناس اللي وإحنا بنشوفهم ومنصادفهم بمجتمعنا، إنه أنت بتصير تطلع عليهم بتقول يعني والله هذا الإشي اللي أنت عامله أو هذا الإشي اللي أنت مسويه أو هذا الإشي اللي أنت بتمتلكيه. الناس كتير بتقول إنه يعني بتفكر إنه لازم، يعني لازم أنت تكون مرتاح مع هذا الإشي اللي موجود عندك. لكن لما أنا دائماً
لاني ما عندي ثقه بنفسي بلاقي دائما انه انا مش كافي، مش بالمعنى اللي انت محمد، لا انت المعنى اللي انت حكيته اللي مش كافي بالإشي الايجابي بالطريقه الايجابيه، وهذا اللي احنا بدنا اياه. بس انه انا احس بالسعاده، هدول الناس ما بيحسوا بالسعاده لانه هم دائما ما حاسين بالانجازات اللي عم بيعملوها. كان شايفون الخلل انه انت ما تحس بالانجاز اللي عم تعمله، او ما تحس بانه انت اللي وصلت له مثلا هذا انجاز. هون احنا اللي عمالنا بنحكي اللي ما عندهم ثقه بنفسهم ما بحسوا بالانجاز، بحس دائما انه في إشي ناقص، دائما في إشي، بس مش بالمعنى الايجابي اللي انت حكيته على الناس اللي احنا بنحب ان نكون منهم. عرفت كيف يا محمد؟ آريم دكتورة بدي أسألك، يعني إحنا على أي أساس إنه بنحكم على الحد اللي قدامنا إنه هو واثق من نفسه أو لا؟ أو مش إنه نحكم نحكي أو نشوف، لأن أنا بشوف يعني إنه البني آدم اللي قدامك يعني ممكن يكون هو واثق من حاله أو عنده ثقة نفس، ثقة بالنفس، يعني بجانب من جوانب حياته وجانب تاني لا. فمش ممكن تحكمي على حدا إنه هاي شخصية غير واثقة بنفسها أو إشي زي هيك. زي إيش؟ كيف هيك؟ أنا بدك تفهميني كيف، زي إيش عشان افهم عليك. يعني ممكن زي ما حكيتي انه ما بعرف انه لما حدا يطلع مثلا على المسرح يكون انه هو خايف ومتوتر وما عنده ثقه بنفسه انه يعني قادر يطلع، بنفس الوقت ممكن تشوفي بشيء ثاني من يعني جوانب حياته الثانيه واثق من نفسه بقدر مثلا يعني ينجز شيء، يعمل شيء هو يعني ما بريم. شوفي هلا، شوفي مجزأة هلا، شوفي مجزأة الثقه بالنفس هون. هلأ لما يكون في عندك أنت ذكاء ذاتي وعندك ثقة بنفسك، عارفة أهدافك، عارفة إيش الإشي اللي ناقصك وعم تستعدي له. يعني على سبيل المثال هلأ ريم، هلأ أنا كمان بعتقد شغلة تانية، إنه ثقة بالنفس كل ما كبرت أنا بالعمر وتعلمت ونضجت كل ما تعززت وكل ما كانت قوية. هلأ في فرق بين ناس بيستمروا ما عندهم ثقة بنفسهم، وفي ناس كمان بالتدريج ممكن يصير في عندهم ثقة بنفسهم، إذا هذا الإشي أنت اللي عمالك بتعني. يعني بفهمه 100%. يعني مثلا على سبيل المثال أنا عندي قدرات وعندي معرفة وعندي وعندي وعندي، لكن ناقصني بجانب معين أن أعزز ذاتي أو أقوي ذاتي، فبتلاقيني أنا مستعد أني أنا ما أبعد ولا أهرب ولا أنسحب ولا أواجه في سبيل أي إشي ممكن أنه ينمي ذاتي وثقتي بنفسي. هذا الإشي شوي مع شوي ممكن أنه يروح قلة الثقة بالنفس يزيدها في الجانب اللي أنا ضعيفة فيه. هون هذا سواء يعني هذا إنسان عم بيشوف شو اللي عنده، عم بيقيم شو اللي عنده، وبنفس الوقت عم بيتجه اتجاه أنه أنا مثلا لفترة معينة بعد فترة معينة أتخلص من هذا الجانب لأني اشتغلت على حالي. بس في ناس ما بتشتغل على حالها، يعني في ناس بضل عن جد يعني يعني مستحيل يكونوا عندهم ثقة بنفسهم بإشي اوكي بحياتهم لبعدين، وبإشي تاني لا عندهم ثقة فيه. لا، الثقة بالنفس، مقومات الثقة بالنفس هي بدها تكون مش مجزأة، ولكن ممكن انها تكون في سبيل التطور، يعني ان تكون قليلة وبعد بفترة نتيجة انه انا عمالي بواجه الموقف، عم بشتغل على حالي. يعني في اثنين مثلا ممكن على سبيل المثال، انا كطالب عندي مثلا المعرفة والمقومات، هذاك عنده المعرفة والمقومات، لكن احنا اثنين مثلا في عندنا تردد او في عندنا قله ثقه بالنفس مثلا او كذا بما يتعلق بانه انا بدي اطلع واحكي وهذا. في واحد في عنده بعد نظر منهم بيقول لك لا هو انا بكره كمان بدي اشتغل. انا اذا ضليت من يعني انا بعرف ناس يا ريم من سنه اولى فصل اول لسنه رابعه فصل ثاني اخر إشي بده يتخرج بيكونوا بتحاولوا مليون محاوله علشان ما يطلعوا يعملوا برزنتيشن قدام الناس، وبيجروا هذا الإشي معاهم لمكان العمل وبيضلوا. يعني هلا مثلا انت على سبيل المثال يعني انا يعني بتذكر في حدا من الاطباء بيحكي لي بيقول لي انه في شخصيه اللي هو كان مشرف عليه، هاي الشخصيه على قد ما عنده معرفه وعلى قد ما عنده علم وعلى قد ما عنده، لكن لما كان يعمل الميتنج الصبح على الساعه 8 مع اطباء هو سينيور، مع اطباء مقيمين يا ريم، يعني دول لسه هلا كمان جايين بدهم يتعلموا منه، الحالة الذعر اللي كانت تصيبه وهو بعمر كبير نتيجة انعدام الثقة بالنفس كانت تأثر عليه كثير وتأثر على الـ هلا أنا بعتقد إنه هذا الزلمة ما اشتغل على حاله. يعني ممكن إنه يعني الواحد يصير ينتبه على حاله، يقيم حاله، يعرف أنا إيش اللي ناقصني أزيده أضبطه أرتبه. كيف أنا مثلا هلا ما فيش استراتيجية بتنفع عليكي أنت وتنفع علي أنا،
انت بينفع لك شيء انا ما بينفع لي هذا الشيء، انا بينفع لي شيء ثاني. فانا لازم اكون اعرف مثلا انه وحده اهم شيء، اهم شيء بقول لك انك ما تهرب من المواجهه، حط حالك بالموقف، راقب نفسك قبل واثناء وبعد، استخدم يعني التفكير التاملي، قوي حالي. هلا وحده من الاشياء انا دائما بحكيها بقولها للطلاب، السر في انه انا اطلع اعطي. هلا انت بتطلع وبتكونوا قاعدين مثلا، لما بتشوفوا الناس هاي اللي بتقدم او بتحكي، بتسالوا حالكم بتقولوا معقول هدول الناس ما بيخافوا، او معقول هاي ما تتوتر، او معقول هدول. تعرفوا من خلال الممارسه والتدريب والتكرار، هدول الاشخاص اللي بتشوفوهم واقفين قدامكم ما في حدا فيهم بيطلع من غير ما يكون في عنده ثلاث شغلات. الشغله الاولى اللي هي اياها في مانجر ستيت، مانجر ستيت يعني دير ذاتك او دير حالك بالبادي لانجوج، بالاستعداد الجسمي، بالاستعداد النفسي، لا انه انا كيف بدي اطلع مثلا. الشغله الثانيه اللي هي عندي اياها الكونتنت يا جماعه، ايش اللي بيعطينا احنا ثقه بنفسنا حتى انه احنا نطلع نحكي باي موضوع؟ احنا مش انه بتكبس علينا زر نحكي اللي بدك اياه. في ناس هيك بفكروا اه والله دكتوره اماني بس اكبس عليها زر زي الاي تي ام بعطيها مثلا رقم سري، بدي والله تعطيني موضوع عن التنور تحكي، بدي موضوع تحكي لي عن المشاعر. هلا هذا الحكي مش صحيح. ما في حدا متمكن اعزائي الا في عنده سر، اللي هو ان اياه سر التحضير والكونتنت المرتب. شو يعني كونتنت مرتب؟ كونتنت مرتب يعني انا اي محتوى بدي اطلع احكي فيه بدي اكون مستعده، وبدي اكون محضره، وبدي اكون ملخصه، وبدي اكون بالاخر يعني مثلا على سبيل المثال اذا كان عندك مقابله على التلفزيون، المقابله هاي تسالهم شو المحاور، مين الفئه المستهدفه، شو القصد، شو اللي بدكم اياه، تاخذ انت تحضر، بعدين بتيجي بتروح ببطاقه واحده بتطق عليها الاربع محاور بس عشان هنت انك بتتذكر. هاد بيعطيك ثقه بنفسك انك انت كيف بدك تحكي الكونتنت تبعك. هلا والشغله الثالثه حتى انه الواحد يكون عن جد متمكن زي ما انتم بتشوفوهم، واحنا كثير بننبسط عليهم هذول الناس بنحبهم، هذول الناس عندهم شغف فاشن للإشي اللي بيشتغلوا فيه. كل ما كان الانسان عنده هذول ثلاث شغلات، الفاشن والمانج يور ستيت اداره ذاتك، وبنفس الوقت الكونتنت المرتب، كل ما اعطاني ثقه بالناس. انا دائما كنت احكي للطلاب، هلا انا لما بدي اطلع احكي بدي افترض ان الناس اللي قدامي انا الخبير او انت الخبير بموضوع انت اخترته بدك تعملنا عليه برزنتيشن، اللي قدامك مش عارفين فيه، هذا لازم يعطيك ثقة بنفسك. كمان بدي يكون الواحد دارس كيف أنا بدي أكون متمكن. هلأ أول مرة ما رح أكون متمكن 100%، تاني أول مرة ما رح يروح صوتي، يمكن رح يروح صوتي أول دقيقتين ثلاث دقائق. هذه كمان هاي كمان لها علاقة بالمانجر ستيت، يعني إنه لازم تكون فاهم هاي الحيثيات حتى إني أنا أتمكن وأوصل وإنه يصير في عندي هذا النوع من الثقة بالنفس بالأداء أمام الآخرين. فهي الشغلة لازم كمان يعني تنتبهوا لها. والمعرفة، معرفة أكثر ناس، أكثر حدا بينعطوا ثقة بالنفس هم الناس اللي عن جد متمكنين من المحتوى اللي بدهم يحكوا فيه. بس ما تقولوا لي إنه أنا ما عندي إشي وأنا هيك الله خلقني إنه أنا ما عندي ثقة بنفسي، لا، بدي أشتغل على حالي بالجانب اللي ناقصني وأقويه أكثر، علشان أنا لما رح أقويه رح يدعمني بكافة الجوانب اللي موجودة في حياتي. هاي كمان بدكم تحطوها في بالكم، مش لازم أتهرب من الموقف لأنه أنا ببساطة خايفة مترددة مش رح أنجح رح أفشل. أو كمان الطريقة يعني بالمانج يور ستيت، كيف تحكي مع حالك، يعني كيف بتحفز حالك، كيف بتقولي لحالك أنه أنت رح تكوني رح تعطي المحاضرة مثلا ورح ينبسطوا ورح يعجبوا فيكي ورح تروحي وأنت مبسوطة من حالك. هاد يعني أنا بتذكر في واحد من الطلاب عادة لما كنا بالمحاضرات أنا بطلب يعني البرزنتيشن كل واحد بيقدمه لحاله، وبضل للآخر منضل للآخر. هلأ في ناس اللي عندهم ثقتهم بنفسهم بحب أنهم يبلشوا بالأول لأنه بيكونوا إكزامبل للي بعد، يعني في ناس كتير بيطلعوا على بعض، يعني يمكن يكون مؤثر الطالب أو الطالبة أكثر من الدكتور أو الدكتورة. هلأ أنا كان في عندي طالب إجا عندي وقلت لهم اللي عنده مشكلة يجي بس يوشوشني يحكي لي بيني وبينه، أنا بعرف كيف بدي أرتب، بس بدكم تردوا علي، يعني يرد علي أنا حتى أنا نتخلص من الموقف. إجا عندي طالب بعرفش استخرج هلأ ولا لأ، شو قال لي؟ قال لي دكتورة إجا عندي على المكتب وقال لي أنا مستحيل أطلع، أنا خليني أخسر العشر علامات ما بدي. قلت له أنا بس تطلع تفتح تمك أنا بحط 10 من 10، يعني أنا بدي إياهم يطلعوا، عرفتوا كيف؟ لا دكتورة أنا أبداً أنا مستحيل أنا ما عندي فوبيا أنا كذا. وفعلاً ضل رايح جاي. فأنا مسكت شو قلت له؟ قلت له شو برأيك أخلصك من المشكلة هاي؟ قال كيف؟ قلت له بس بيكون في عندك استعداد، وشغلة تانية شو ما بحكي لك ترد علي من غير ما تناقشني.
وإذا بدك أنت باتجاه، لأنه شاطر الطالب، عرفتوا كيف؟ هذا اللي بتحكي عنه أنت ريم، شاطر بس ناقصه هاي القصة، ليش طالب تاني تتفوق عليه يعني؟ فأنا صرت أقول له شو ما المطلوب منك بالمحاضرة بترد ترى علي، قال لي طيب. آه استنى بس شوي محمد، خلينا أكمل. هلا الإشي أنا هو اللي الطالب. لا مش أنت محمد، لا في واحد تاني، أنت أنت كمان أنا اشتغلت معاك، نزلت عندك مهارات حلوة. انت انت جيت ما لا عندك على في حدا المكتب ثاني، كنت متطور. انت كمان أنا كثير محمد، مش بس انت بس، هلا اللي ببالي مش انت بس، بدك تحكي لي انا شو عملت معك. هلا استنى يا محمد، فانت ايش بتدرس يا محمد؟ هو إدارة سياحية أنا طالب. بدرس إدارة سياحية. محمد أنا صفصف، إدارة سياحية. مش عارفة إذا أنت نفسك ولا لا، بعرف صوتك متغير. لا فمحمد أنا بعرف إذا عم بحكي، بعرف اذا كنت انت نفسك، انت حكيت لي انك دارس سياحيه. هلا إيه، ما بعرف اذا نفس عن استراتيجيه، شوف انت عم وقت بحكي عنك كان ولا لا. أيام، كان أيام ايه والدتي بتروح. اه لا حد ثاني، حد ثاني محمد، خليك هلا احكي لي انا شو سويت معك. هلا شو صار فيه للاستاذ اللي كنت عم بحكي عنه؟ إيه لما كنت ادخل على المحاضره إيه، يكون قاعد مثلا انادي عليه تعال، ايش دكتور يجي لعندي؟ طبعا هو منصيب انه اقومه قدام الطلاب، حرك لي المحاضرة، شو دكتور تحضر، حرك لي السلايدات، بس اعمل لك هيك بايدي انه حرك لي اياهم. طبعا بصعوبة هو بيسوي هاي المهمة، يسويها. بعدين طلعت عليه انا ولو مكتف ايديه، قلت له خليك جنبي واقف على البوديوم، يعني جنبي عندي البوديوم. طلع عليه انا، طبعا انا بكون بدرس الوضع كيف بدي اشتغل، ماسك ايديه ومكتف حاله، وبعدين مستحيل يتطلع بالجمهور، مستحيل. فبعد ما تخلص المحاضرة كنت أنادي نمشي مع بعض، أقول له بتقدر المرة الجاي ما تكتف إيديك، تفرد إيديك وتحاول تطلع باللي قدامك، باللي الناس اللي قاعدين قدامنا. فهو يطلع فيه، دكتورة أنا ما بقدر أطلع بحدا. قلت له بس أنت جرب، يعني مرة عن مرة جرب. فعلا ضل معي فترة طويلة يطلع، وبالتدريج ساعة. بعدين قلت له مثلا بدل ما انت لافف حالك هيك 180 درجة لعند على اللوح، لف جسمك شوي باتجاه الجمهور وطلع فيهم، لاقي لك حدا. طب اقول لك لا، دور على حدا من اصحابك وتضلك اطلع فيه، بعدين دور كذا، بعدين وهيك حاول تنقل نظرك باتجاه من اتجاه باتجاه من اتجاه. ما وصلنا اخر الفصل، ولما اجى وقت التقديم اجى لعندي، راح حضر، اخذ كل الاشياء، الافكار اللي انا حكيت له اياها. بعدين ولا اجى بقول لي اه خلص انا مستعد، بس انا كثير خايف. طبعا يعني جنني يومها. لما وصل بده يحكي، انا واقفه جنبه، شو قلت له انا؟ انت بتحكي وانا واقفه جنبك، اي شيء بدك اياه انا رح اتدخل وراح اساعدك. وبعدين انا من الناس اللي بحط قوانين بقلب المحاضره، انه خط احمر اي حدا يعني بدكم تساعدوا بعض. فبتلاقي المحاضره من اول يوم لاخر يوم كله بيساعد بالثاني، عرفتوا كيف؟ بيعطي دعم، بيعطي دافعيه. فأعطى المحاضرة، هو كان متعجب من حاله إنه أوكي، وإنه صح بالأول طلعت صوته راح تردد كذا، بعدين هات نزله عن البوديوم وقال له خلص خلص دورك. رد إجا مرة ثانية على المكتب بقول لي بدي أعمل واحدة ثانية، قلت له لا خلص، يعني إذا ضل وقت بخليك إنك أنت تعمل. هلا شو الفرق بين هون وهون؟ الفرق إنه هو خلص، يعني هو مشي، هو لحق التعليمات، تحدى ذاته. صح اخذت معه وقت كثير طويل. هلا كثير بيجي بيشوفني برجع لي بقول لي دكتوره انت عن جد غيرتي لي حياتي، غيرتي لي حياتي. هلا هو بيعتبرها بالنسبه له هو انجاز، واعطى ثقه بنفسه. يا محمد بدك تحكي عن حالك، احكي لي شو سوينا معك، كيف فتحت عاد اثنين اداره صارت. سياحيه. اه ايه أنا جيت عندك على المكتب يومها، كان عندي سبب اه إنه والدتي متوفية وهاي ما كنت أحضر المحاضرة، تعيش اه وإنتي جيتي طلبت مني إني أطلع أقدم البرزنتيشن، أنا رفضت. اه أنا كنت رافض رافض خلص، لأنه التأسيس كان اللي أنا تأسسته كان غلط من البداية. ايوه تمام، لما أنا جيت قلت لك دكتورة أنا ما راح أطلع، قلت لي لا راح تطلع. حتى يومها اه اوكي، كان انه من نوع من التفاهم بيني وبينك انه اطلع وحتى لو شو ما صار انا معك. قلت اه لك دكتورة حتى لو صار انهم راح يسألوني وراح انه ما راح اعرف اجاوبهم، قلت لي انا اللي راح اجاوبهم عنك وانا بساعدك. وانا طلعت انا وشاب اثنين كنا خايفين، قدمنا اه اه البرزنتيشن، اه قدمنا البرزنتيشن وقعدنا.
وانت ما تحكي فينا. تذكرت وحتى زميلك تذكرتكم مش معقولين كنتوا انتوا اثنين وزميلك تذكرته هلا مضبوط وكانوا اللي قاعدين عم بيساعدوكم صح ولا لا يا محمد؟ بالضبط لأن انت طلبتي كمان من الطلاب انهم يتساعدوا وما حد وحتى حكيتي في المحاضرة اللي حيأخذ الموضوع على هبل أو إنه استهزاء حيتفضل يطلع برا. ما كان يتبهدلوا ما مش موجود هذا مش ممنوع صح بتذكر يا محمد تذكر كيف هلا أنتوا أقوى أحسن؟ أحسن بكثير الحمد لله. الحمد لله أتذكرتك مضبوط يا محمد وتذكرت ذكرت صاحبك. أنا حاليا أنا وأخوي بنأخذ عندك ما ظن. والله اهلا وسهلا فيكم اهلا وسهلا فيكم الله يسعدك يا دكتوره. اهلين حبيبي. هلا لاحظوا كمان الشيء اللي انا بدي احكي لكم اياه يعني هلا ذكرني محمد مش محمد يعني عن جد في ناس بدها مساعده عن جد يعني انتوا عم تفكرين في ناس المساعده اللي انت بدك توصل انك انت توصل تعطي ثقه للطالب او الطالب اللي قدامك بتفرق كتير. بعدين انا من الاشياء اللي كمان بدي احكي لكم اياها انه لما كنا نعمل البرزنتيشن في عندي كنت أعمل تكنيك أنا يعني العدد بيكون 99 بهاي قاعة 102 عادة أنا بحط كيف اللي بيكون عنده مثلا على سبيل المثال في معركة وبحط بالأول المحاربين اللي مش عارف إيش صفوف صح مش بيكونوا هيك حاطين التكنيك تبعهم صف المحاربين الأول صف المحاربين بعدين الرماة بعدين اللي عندهم دروع بعدين فكنت أنا هيك أعمل يعني في ناس دغري بقولك دكتورة أنا الأسبوع الجاي بدي أطلع في ثقة بالنفس في شوية مهارات في سكيلز أنا بستخدمهم هذولا كمثال أو إكزامبل للطلاب التانيين وفي مستويات يعني برضو من 0 to 10 بما يتعلق بهذا الموضوع الثقة بالنفس بتتراوح ما بين الطلاب 99 فكنت أعمل تكنيك بيني وبين حالي كمان علشان أنا ما أزعج الطلاب اللي عن جد في انعدام بالثقة بالنفس إنه أقول بصير تصفيات لآخر أسبوع بضل الناس اللي عن جد شو بصير بعمل بآخر تكنيك بصير أقول اللي قدم يطلع هلا اللي قدم يطلع لأنه أنت كمان ما بتقدر كل الناس تمسكها وتحطها قدام الجمهور في ناس عندها مشاكل بصراحة فكنت أقول اللي قدموا يطلعوا بضل اللي كتير 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 اللي كتير يعني عندهم مشكلة بصيروا بضلوا مع بعض وبنفس الوقت بصيروا يحفظوا بعض بس نفسه بتخلص بتطلع لا آخر حدا بكون أنا مختارته اللي عن جد بيكون عنده مشكلة كتير كبيرة إنه ما في حدا خلاص طلعوا بس إنه أنا بالنسبة لي أنا أطلع أحكي لي إياها أو أنتي أطلعي أحكي لي إياها آخر فصل قبل ما نعطل عن جد صار إشي بضحك طبعاً هذا بعد أكم من فصل أنا بدرس شكل الطلاب بيحكوا لبعض طلعت بآخر الفصل بطلع وراي أنا بقعد قدام وبطلع بخليهم يعني على راحتهم الطلاب بقعد بينهم فبطلع وراي ولنص الشعبة قاعدة لسه وإحنا بآخر أسبوع وخلص يعني المحاضرة يعني هاي المحاضرة يمكن تكون فبقول لهم انتوا ليش قاعدين قال دكتورة احنا عرفنا انه انت بتخلي الناس اللي خايفين للآخر قلت لهم انا بعرف اللي خايفين بكونوا مثلا عددهم 2-3 بس مش نص الشعبة قاعدة خايفة فيعني حتى انت تحكي يعني انا كنت استخدم هذا الاسم من غير ما احكي لانه كمان واحد ما بده يؤذي يعني مشاعر الناس اللي قدامه او يعني بدك يعني قديش بدك تكون انت بدك تكون مربي بدك تراعي هاي الشغلات هلا شو هدفي انا بالنهايه هدفي بالنهايه انه بالاخر حتى لو ضليت انا لحالي وانت عم تحكي لي هاي المحاضره انه انت تحسي حالك انه انت عملتي يعني كانت تتوصل للحد تبعي على المقياس لهذه الدرجه هلا تقولوا لي انتوا انه هذا الموضوع مش مهم جدا وتقولوا لي انه الثقه بالنفس احنا كلنا عندنا ثقه بنفسنا ابدا اعزائي مش الكل عنده ثقة بنفسه في ناس عنده ثقة بنفسه لكن في ناس عن جد ما عنده ثقة بنفسه وحتى درجات الثقة بالنفس من 3 to 0 كمان بتشتد يعني في عندك 2 وفي عندك 1 وفي عندك يمكن تحط ماينس كمان فموجود هذا الاشي يعني قديش بده الواحد هلأ هدول المجموعة لو يجوا عند حدا مثلا أنا بطلعك على البوديوم علشان أنا أصيدك وأستهزئ فيك طب أنا بكون عملت لك عقدة نفسية أو عملت لها عقدة نفسية لأنه أنا عندي المشكلة يعني الناس اللي بتعمل هيك كمان هي نفسها اللي عندها مشكلة يعني حتى لو كان عضو هيئة التدريس مثلا بدك انت مهمتك تسهل او انت مهمتك والله في السياق اللي جاي منه الطالب
الطالب إجا من 18 سنة في عنده مشكلة كتير كبيرة، أنت كمان دورك من 18 ل24 أو ل22 أنك أنت تساعد في أنه تعود عن دور الأسرة أو تعود عن دور فيما يتعلق ببناء الشخصية وتقوية الشخصية وزيادة الثقة بالنفس. أنا هذا اللي بلأ بحكي لكم إياه، لأنه أنتوا رح تكونوا مسؤولين عن الناس بالشغل، مسؤولين عن أولادكم، مسؤولين عن تربية أفراد، ممكن تكونوا أنتوا مربين كمان، فهذا كلياته لازم يأخذ الواحد بعين الاعتبار ما يستهين فيه. يعني على سبيل المثال، إذا كان مثلا بالمدرسة في طالبة قاعدة بآخر الصف وأنا بدي أعمل الدراما، بروح بجيبها هي أول واحدة بقولها أنت بدك توقفي بأول المسرح، وبروح بعطيها نص صفحة بقولها أنه أنت بدك تشرحيها. لا مش هيك، في إشي اسمه تقليل الحساسية التدريجي، بجيبها ما بعطيها ولا أي دور، مصفوفين أربع صفوف بحطها هي آخر صف على الطرف، بس إنها مجرد وقفتها على المسرح هي مشاركة. بعد شوي المسرحية الثانية بعطيها سطر، والسطر هذا أنا بحفظها وبدربها عليه بدربها عليه بدربها عليه، وبكون معها عبين ما هي تقدر إنها تقدم وتتخلص من موضوع اللي هو إنه الثقة بالنفس. مش أو بلاقي مثلا حدا عنده مشكلة بالقراءة نتيجة كمان قلة الثقة بالنفس، يلا اقرأ يا فلان، يلا يا فلاني اقرأي قدام 13-14 طفل بالابتدائي بضحكوا، بعزز عندهم هذا السلوك السلبي في إني أنا أضحك أضحك معاهم. فهو كمان ممارساتنا إحنا كمربين بتفرق في سياق هدول الأفراد اللي عايشين معنا وإحنا مسؤولين عنهم. يعني كل واحد ينتبه على هاي القضايا، أكيد أنت رح تخلق ناس يعني تساعدهم على أنهم يكونوا في عندهم نوع من الثقة بالنفس. يا عمي أنا بشوف موظفين كبار بالعمر كبار بالسن بقدروش يقولوا لأ، بقدروش يحكوا رأيهم، بقدروش بخافوا، بقولك إذا خاف على أحكي رأيي أنا رح حطه علي. إذا أنا هذا الحكي الصحيح، هذا الحكي الصحيح، يعني هذا الحكي بنعكس. يعني انت طلع عم نحكي على اطفال وبعدين على الجامعه وبعدين عم نحكي على الشغل، عم نحكي على حياتنا الاسريه، بنحكي على حياتنا اللي بعد، فكلياته هذا بياثر على فكره، بياثر وبياثر فيكم اعزائي. ريما تفضلي يا ريما. مين عم بيحكي؟ حماد. حماد دكتوره، بس بدي اوضح شغله. الحين انت لما اجينا احنا حكينا لك عن موضوع انه نطلع نشرح، اتفهمتي موضوعنا، بس مش كل الدكاتره هيك. في معظم الدكاترة كانوا يطلعونا عدم مؤاخذة، كانوا يطلعونا بس عشان يحرجونا قدام الطلاب، وإحنا نكون وإحنا نروح عندهم على المكتب ونحكي لهم إنه الموضوع 1-2-3 هيك، كانوا بس إنه يجي بس إنه بده يحرج. يعني بنقول له إحنا أول مرة بنطلع، تمام؟ لما نيجي عنده زي هيك، لما نوقف قدام الطلاب بصير يسألك أسئلة أنت لسه قاعد تشرح فيها، أنت لسه ما بتعرفها. هاي كمان هاي جزء اللي بيخلينا انه احنا لا ما نطلع ولا نشارك ولا نجاوب. صح حكيك صح يا محمد. ما انا عم بحكي عن الممارسات، يعني في اشياء كثيره قديش احنا لازم نكون عم ننتبه لها واحنا عم نتعامل مع هدول الافراد اللي مسؤولين منا، يعني مسؤولين منا امام نفسنا وامام يعني ما بعرف يعني مش عارفه. اوكي محمد، اوكي عزيزي. ريما يعطيك العافيه دكتوره. الله يعافيك يا حبيبتي. هلأ هو في جزئية أنا كان لازم أدخل دايركت عليها لما حكيتي عن الإنسان المغرور اللي بيكون ماشي ممكن نسلم عليه ما يرد علينا أو عيننا تيجي بعينه، بس للتنويه إنه أوقات نحط حسن النية يعني بتحصل معنا دكتورة إنه بنكون سرحانين، يعني أنا بيكون العين بالعين بس أنا فعليا مش شايفة اللي قدامي، صح؟ ريما بس أنت شخصيتك عادة بتسمي، ما عندك هاي الاشي، عرفتي؟ طبعا هلأ التكرار اشي تاني. صح مزبوط. هلأ الجزئية التانية اللي حكت فيها زميلتي ريم، بعرفش يعني هي اذا انا اذا انا فهمت صح، اعتقد انه هي الجزئية اللي بيكون رائع جدا، اوقات بيكون انسان رائع جدا بيجي بموقف معين بنقول له احنا يعني بنقول له ما عرفناك ليش صار فيك هيك، ليه تخربطت. ممكن يكون في كيس معينه انه حضور حدا معين سين من الناس بربكه وبيأثر على شخصيته بالسلبي، ممكن. صح دكتوره؟ صح، يمكن لمره لمرتين، بس هو عاده شخصيته مش هيك، عرفتي كيف؟ عاده فأنتي بتقولي علشان هذا الموقف على هذا، بس أنا عم بحكي على الناس لا اللي بيكون مستمر إنه في إشي هالقد مأثر عليهم، مأثر على شخصيتهم، مأثر على أدائهم، مأثر على تفاعلهم مع الآخرين، مع إقدامهم على الحياة. هدول الناس اللي عم نحكي عنهم. محمد خميس بتحكي إشي؟
هلأ عزائي الامتحان يوم الثلاثة زي ما قلنا بموعد محاضرتنا بفصل التمهيدي للمهارات الحياتية وبالمرونة النفسية وبالصلابة النفسية. وتذكروا تدرسوا الثلاث مصطلحات اللي باللغة الإنجليزية اللي إحنا حكينا عنهم يمكن ثلاثة أو أربعة: سياق الكونتكست والمهارات الحياتية life skills وال psychological hardness and psychological resilience. يعني خليكم هدول بيساعدكم تجيبوا علامة علامات عرفتوا يعني رح أجيبهم أكيد رح أجيبهم. فإنه بس هو مجرد يعني كويز لمعرفة إنه إحنا لوين وصلنا كيف أدائكم ورح يكون بموعد المحاضرين رح أحط لكم إياه هلأ كمان رح يكون على الإي-ليرنينج مش على على الإكزام على الإي-ليرنينج. وكمان أعزائي فوتوا على المحاضرة فوتوا على الإي-ليرنينج اثبتوا لكم أنتوا عمالكم تدخلوا في ناس منكم مكتوب جنبه نيفر 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 فوتوا هلأ اقرأوا وأنا حاطت لكم إعلان هناك فوتوا شوفوا الإعلان اللي حاطت لكم إياه. وبموعد المحاضرة يوم اليوم إيش هو اليوم الأحد يوم الثلاثة بنعمل الكويز تبعنا. تمام أعزائي؟